رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في إطار الحركة الجزئية التي أجراها في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، والتي بموجبها عين السيد شناح عبد الله رئيسا لمجلس قضاء الجلفة. السيد شناح عبد الله تمرس وتدرج في العديد من الوظائف والمناصب القضائية، كان آخرها رئيس غرفة لمجلس قضاء الشلف، وهو من القضاة الذين يشهد لهم بالكفاءة والاستقامة.